كنا اتفضل. مع بعض اخر حلقه وكنا في وعد بيننا ومع حصل المجموعه كلها ان احنا ناخد الدوري. دوري. اتحقق ازاي من وجهه نظرك؟ جه بعد مجهود كبير، لان الموسم ده كان طويل قوي بالنسبه لنا. اصلا احنا تقريبا كان بقالنا سنه بنتمرن عشان نختمه بالدوري، والحمد لله احنا حتى احنا بدانا بالكاس، وكان كابتن وليد عزت دايما بيقول لنا المكسب بيجيب مكسب. فاحنا خدنا الكاس، وبعدين خدنا بطوله 2000 ناشئين، بعدين خدنا 2003، بعدين خدنا 2004، بعدين رجعنا خدنا الدوري الحمد لله. الدوري كان بالنسبه لنا صعب قوي، لان احنا الحمد لله كمان جبناه بدون اي هزيمه، الحمد حتى لله في ما ماتشات خسرناش. التحصيل حاصل كمان. الحمد لله كسبنا الماتشات كلها، ما كانش فيه ولا هزيمه. وفي نفس الوقت كان موسم صعب، عشان في الاخر احنا كان معظم الناس مصابه. انا كنت مع منتخب واتصبت مع منتخب، ألف سلامة. كان عندك إيه؟ وخدت 7 غرز سيدي، يا خبر أبيض. وكان عندنا طب إيه سببها؟ كانت دي ووتر بول الشاطئية صح؟ ووتر بولو إيه اللي حصل؟ شاطئيه. كان في قرش ولا إيه بس؟ لا لا كان في الشعب اللي في البحر وكده، ف يا خبر أبيض. اتصبت، فكنت راجع مصاب، و في إيدك اليمين ولا كانت في الشمال؟ سيدي الشمال. يا خبر ابيض، الف سلام عليك. الله يسلم حضرتك. هو فياض كان عندنا، كان عنده برضو مزق في ضلوعه. حسن هارون كان عنده ده مزق في كلها الضمه. رجعت المنتخب لا لا، بعدين بقى دول اثناء كانوا في الموسم. النادي، انا كنت في المنتخب. منتخب. لكن اللي في النادي كان في عندنا اصابات كتير، بس فدي كانت حاجه صعبه، كانت مؤلمه للفرقه. بس الحمد لله، يعني حتى معظم الناس لعبت وهي مصابه، بس الحمد لله ادت يعني في الاخر. اصعب ماتش كان ايه السنه دي من وجهه نظرك؟ ممكن ماتشات الجزيره. جزيرة أكتر طبعا، يعني بطل الجزيره حامل اللقب وينفع. حامل لقب، وفي نفس الوقت يعني كان الموسم اللي فات ربنا ما وفقناش معاهم في الماتشات، وهم كانوا كاسبيننا الموسم اللي فات. بس الحمد لله قدرنا ان احنا نرجع السيزون ده، هم ما كسبوناش ولا ماتش. احنا الحمد لله لعبناهم 5 مرات، تعادلوا معانا مره هم في اخر ثانيه، واحنا كسبناهم 4 ماتشات. طب انت رأيك يعني فرقتنا او فرقة النادي الاهلي السنين اللي جاية، يعني برضو يعني خلي بالك هي كانت الصعوبة زي ما قال الكباتن قبل الفصل، الصعوبة كانت السنة دي ان انت تكسر حاجز 20 سنة كنت بتخسر على حاجة بسيطة، ولكن الحفاظ على المركز الاول ده اكيد صعب وعايز شغل. شايف السنين الجاية ازاي؟ هل دي سهلة ان احنا نحققها؟ هل نقدر نركب 3 4 سنين قدام؟ هي طبعا مش هتبقى سهله، بس احنا نقدر. بس هي مش هتبقى سهله خالص، لان هو يعني ما اعتقدش الناس هتسيبك بعد برضو اللي حصل في الموسم ده. بس احنا برضو الناس عندنا هنشتغل اكتر. يعني احنا تعبنا قوي بجد. احنا ممكن يعني الناس كلها حتى بتقول ان احنا اكتر فرقه تستحق ان احنا نكسب، لان احنا فعلا تعبنا. بس ومحتاجين نكمل نركب 3 أو 4 سنين زي ما صحيح حضرتك قلت، عشان نستحق الناس ما ده، تقولش ان احنا صدفه. صحيح ونستحق. بالظبط. والحمد لله الناس كلها عارفه ان هي مش صدفه، لان في صدفه تيجي ان هي بدون اي خساره يعني. بس فهو هيبقى صعب، بس احنا نقدر عليه. يعني الفرقه كده كده محتاجه كده وعايزه كده، فالفرقه ناويه على ده ان شاء الله. فوزي تشكر مين؟ اشكر عيلتي وكل اصحابي. يعني صحابي جوهري بالذات، ده نزل من الجيش، هرب من الجيش والله، وجه عشان يحتفل معايا خد اخر اجازه يوم. ونزل لك. ففي صحابي بجد، عيلتي، وكل من وقف جنبي، المدربين، وقدروا ان هم يستحملوا اصابتي ويرجعوني تاني على رجلي. فالناس دي كلها بشكرهم جدا يعني. انت لسه مش خاطب؟ لا انا لسه خلاص مش انا خاطب. هديلك لا مهله الحلقه الجايه معايا بكباتن اخطبها. بقى. كل التوفيق لك طبعا يا ان فوزي. شاء الله. محمد اجيلك، يمكن كان موسم صعب طويل، مش صعب بس في ملل في النص، في ماتشات صعبه. يعني من مظبوط. وجهه نظرك ايه اللي يختلف في الموسم ده عن المواسم السابقه؟ يعني هو الموسم ده ابتديناه، هو فعلا كان طويل قوي، بس ابتديناه يعني كان شغل، يعني كنا دايسين 100%. يعني كان شغلنا جامد جدا، مبتدئين من الاول. يا مفيش جماعه يوم، احنا لازم، لا مفيش يوم اجازه تقريبا بتبقى يوم راحه، وبعد كده بنكمل صبح ما شاء الله. وبالليل جيم. يعني كان تمرين على اعلى مستوى، فالموضوع كان مختلف معانا من الاول. احنا بادئين من بدايه السيزون احنا يعني فوق كل الفرق. في الكاس صحيح. كسبنا كل الماتشات، دخلنا في السيمي فاينل والفاينل كسبنا حوالي دبل سكور، فالموضوع كان فارق. حتى فرق المنافسه شافت احنا قد ايه احنا فعلا مختلفين من بدايه السيزون. دخلنا بقى في الدوري برضو كنا مختلفين، داخلين كل فرق كان في الاول، يعني كنا بنقابل فرق في الاول يعني اللي هو ما فيش منافسه قوي، كسبناهم فرق سكورات كبيره قوي عن يعني عن هليوبلس والجزيره، كنا فارقين. بعد كده دخلنا بقى في هليوبلس والجزيره، تعادلنا الماتشين معاهم. يعني كمان احنا كنا مستوانا مش قد كده، يعني احنا صحيح. هم اللي يعني هم اللي تعادلوا معانا، مش احنا تعادلنا معاهم. دخلنا بقى قلنا في البلاي اوفس احنا جاهزين يا جماعه، احنا لازم بس نظبط المنتال بتاعنا ونكون دايسين من الاول. يعني بس فدخلنا فرقنا. التريمنج اللي حصل هو كان منتال، لان احنا ازاي نبقى مركزين ما نخسرش نقط مهمه في بالظبط توقيت صعب. بالظبط، احنا كنا جاهزين كفيزيكال كاي حاجه احنا، وكلنا يعني كنا عارفين ان احنا نقدر نكسب الدوري، بس هي الفكره كانت منتال.